بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الثاني من دروس البلاغة ضمن الدورة العلمية الأولى في علوم اللغة العربية في رحاب البيت العتيق. ولعلنا نستفتح بما هو خير قبل أن نبدأ بموضوع درس هذا اليوم، فما رأيكم أن نتعرض لآية لها علاقة بمبحث أو بإشارة بلاغية نشرنا إليها بالأمس؟ نقف وقفة سريعة عجلة عند قول الله عز وجل مما قرأه الإمام حفظه الله ووفقه: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وأريد أن أقف عند مسألة تتعلق بالتقديم والتأخير في هذه الآية، فإن الله عز وجل قال: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. والشاهد في قوله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فلماذا قدم الأمر بالقسط؟ لماذا لم يقل ويقتلون الناس الذين يأمرون بالقسط؟ لمسألة أوضحناها في درس الأمس، وهي أن المقدم هو الذي يهتم به، أو هو الذي تتوجه إليه العناية. فقال الله عز وجل: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأن أمرهم بالقسط هو الذي أدى إلى قتلهم، ولأن هؤلاء المعتدين إنما قتلوهم لأنهم يأمرون بالقسط، فقدم الأمر بالقسط على قوله من الناس. ثم في الآية ملمح بلاغي آخر أنه قال من الناس، فأتى بمن الدالة على التبعيض، لأن الذين يأمرون بالقسط من الناس هم فئة كثيرا ما تكون قليلة بين الناس، ولهذا عبر الله عز وجل بالتبعيض هنا. ولو نظرنا إلى ما قبلها حتى يتضح الفارق، فإن الله عز وجل قال: إن الذين يكفرون بآيات الله، ثم قال: ويقتلون النبيين بغير حق. فهنا قدم ذكر النبيين، لأن مجرد قتل النبيين هو جريمة وهو جريرة، ولهذا قدم النبيين في الأول، لم يحتج إلى أن يقدم أو أن يظهر ما يقوم به الأنبياء، لأن مجرد لفظ النبي يدل على ما يقوم به. هذه لمحة، ولو يعني امتد بنا الحديث لكشفنا الكثير من اللمحات، والغرض الحقيقة هو أن نعرف أن للبلاغة دورا وأثرا بالغا في معرفة دلالات الكلام ودلالات التراكيب وفي فهم كلام الله عز وجل. فإن المعنى العام للآية واضح، لكن مثل هذه الدلالات الخفية تحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر في الآيات. ثم نبدأ أيها الإخوة بعون الله تعالى بما وصلنا إليه، ونتحدث اليوم إن شاء الله في موضوع الفصاحة وشروطها. الفصاحة في أصل استعمالها اللغوي تعني الظهور والوضوح والبيان، وهي ترد بهذا المفهوم اللغوي العام أو بمعنى مرادف للبلاغة في كثير من كلام علمائنا الأوائل، إذ لم تكن المصطلحات قد تحددت. إذن إذا نظرنا إلى معناها اللغوي في الأصل، فهي دالة على الظهور والوضوح والإبانة والكشف، كل هذه من معاني الفصاحة.
في أصل استعمالها اللغوي. ولهذا يقال أفصح الصبي إذا بدأ يتكلم بكلام مفهوم وواضح. وتقول أفصح الأعجمي إذا بدأ يتكلم بالعربية بكلام مفهوم. وتقول أفصح الصبح إذا ظهر. وتقول أفصح الرجل عن مكنون صدره أو عن أفكاره إذا أظهرها وبينها وأوضحها للمستمع. وهكذا نجد أن دلالات أفصح كلها تدل في أصل استعمالها اللغوي على الظهور والوضوح والإبانة. لكن كيف وردت عند العلماء الأوائل؟ كانت الفصاحة تستخدم مرادفة للبلاغة، فيقال البلاغة والفصاحة، ويقال أيضا البيان والبراعة. هذه ألفاظ قبل أن تتحدد البلاغة ويوضع العلم كانت تستخدم مترادفة للدلالة على القدرة على الإبانة وإظهار الكلام بصورة حسنة مقبولة، فكان يوصف كل هذا بالفصاحة أو البلاغة أو البراعة أو البيان إلى آخره، فما كانت المصطلحات متحددة وواضحة. لكن الخطيب القزويني أحسن استثمار كلام سابقيه وأفاد منه ليخلص إلى أن الفصاحة تكون وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، تكون وصفا لثلاثة أشياء: للكلمة المفردة، وللكلام مجتمعا وهو اجتماع الكلمات المفردة في سياق معين أو في تركيب معين، هذا هو الكلام، والمتكلم بمعنى أن المتكلم قد يكون فصيحا أو لا يكون فصيحا. ولا يوصف بالبلاغة إلا الكلام والمتكلم، فلا يقال كلمة بليغة ولا يقال قصيدة بليغة إلا إذا كانت الكلمة بمعنى الكلام. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فالكلمة قد تطلق على الكلام، فإذا قلت ألقى الرجل كلمة أو ألقى الخطيب كلمة فالمقصود أنه ألقى خطبة أو ألقى مقالة. وكذلك نقول كلمة التوحيد ونحن نعني بها عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهكذا. لكننا إذا قصدنا اللفظة الواحدة فإننا لا يجوز أن نصفها بالبلاغة، فلا نقول كلمة بليغة، لكننا نستطيع أن نقول مفردة بليغة أو كلمة فصيحة، أو نقول كلمة فصيحة. وجعل الكلام في تعريفهما وحدهما في أول الكلام أو في أول الكتاب، وصارت هذه المباحث هي مقدمة البلاغة، وصارت هذه المباحث هي مقدمة البلاغة. والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش، لأن مقدمة الجيش تتقدم على بقيته للاستطلاع للنظر لغير ذلك، فتتقدم المقدمة في الكتب وفي العلوم لتمهد الدخول إلى هذه العلوم. وهناك مقدمتان: مقدمة كتاب ومقدمة علم. مقدمة كتاب ومقدمة علم. مقدمة الكتاب هي ما يضعه المؤلف حتى يبتدئ بما بعده، ومقدمة الكتاب هي المقصودة هنا، وهي أن يقدم المؤلف أو المصنف أن يقدم بما يفيد هذا العلم الذي يتعرض إليه، وبما يقربه إلى متلقيه، وبما يعرف متلقيه كما قلنا سابقا بهدفه وحده وغرضه إلى غير ذلك. الخطيب القزويني جعل مقدمة الكتاب في الفصاحة والتعريف بها والتعريف بشروطها، ثم عرف البلاغة، ومنهجه أقوى من منهج السكاكي،
فالسكاكي تعرض لهذه المقدمة أو لهذه المباحث، مباحث الفصاحة والبلاغة، تعرض لها بعد أن انتهى من بيان علمي المعاني والبيان، بعد أن انتهى من بيان أو من الحديث في خواص التركيب المتعلقة بعلم المعاني وفي مسائل التشبيه والمجاز والكناية المتعلقة بعلم البيان، توقف وعرف البلاغة وعرف الفصاحة ونظر فيهما نظرا سريعا موجزا. والأصل أن يتكلم المرء في الجزء قبل الكل، ولهذا نستحسن منهج الخطيب واستحسنه البلاغيون من بعده، لأنه بدأ بالجزء قبل الكل فانتقل من الجزء إلى الكل. وقد عرف البلاغة الخطيب القزويني، وقد عرف البلاغة بما أخذ به البلاغيون من بعده وتناقلوه، وكشف تعريفه لها أن الفصاحة متضمنة فيها منطوية تحت ردائها، وأثبت ما ذكره ابن الأثير من قبل أن كل كلام بليغ فصيح وليس كل كلام فصيح بليغا، فعرف البلاغة بمطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. إذن دعونا نقف أولا أيضا عند مصطلح البلاغة لنعرف به ونوازن بينه وبين مصطلح الفصاحة. قلنا إن الفصاحة في أصل معناها اللغوي دالة على الإبانة والظهور والوضوح. طيب، ما أصل معنى البلاغة؟ البلاغة مأخوذة من بلغة، وبلغة أو البلاغة دلالتها اللغوية الأصلية تدل على الوصول والانتهاء إلى الشيء، تدل على الوصول والانتهاء إلى الشيء، سواء كان هذا الوصول وصولا حسيا أو كان وصولا معنويا. فتقول بلغت البيت إذا وصلته، هذه دلالة حسية، وتقول بلغت غايتي، بلغت هدفي، هذه دلالة معنوية بمعنى أنك حققت هدفك. إذن البلاغة في أصل المعنى اللغوي تدل على الوصول والانتهاء إلى الغاية. ومن هنا أخذ من هذا المعنى اللغوي أخذ معناها الاصطلاحي، لأن البلاغة من حيث الإجمال ومن حيث النظر العام تعني أن يستطيع المتكلم أن يوصل كلامه إلى المستمع أو إلى المتلقي. ولهذا كان البليغ أكثر الناس قدرة على إيصال أفكاره إلى من يستمع إليه أو إلى من يقرأه. ذكرنا أن الخطيب القزويني ذكر أن كل كلام بليغ فصيح وليس كل كلام فصيح بليغا. معنى هذا أن الفصاحة أعم أو البلاغة؟ أيهما أعم؟ الفصاحة أعم، نعم، وهذا يحدث، يعني الخلط هذا ليس غريبا، الفصاحة أعم لأنها هي التي تدخل دائما في البلاغة. أما البلاغة فليس كل لفظ يمكن، يعني ليس كل كلام فصيح يكون بليغا، لا بد أن يستوفي مزيدا من الشروط والواجبات والأركان. فلذلك نقول الفصاحة هي جزء من البلاغة، لا يمكن للكلام أن يكون بليغا إلا إذا توافر فيه هذان الشرطان، الفصاحة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، كما دل على ذلك تعريف الخطيب القزويني، فقال البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. إذن هذان شرطان رئيسان في الكلام ليوصف بالبلاغة، الأول الفصاحة والثاني مطابقة الكلام لمقتضى الحال. طيب، أيضا من المهم أن أشير إلى أننا إن نظرنا إلى التعريف اللغوي للكلمتين للفصاحة والبلاغة فنستطيع أيضا أن نستشف منهما دلالة أخرى تدل على أن الفصاحة جزء
من البلاغة. انظروا في معنى الفصاحة في اللغة، قلنا إنها الظهور والوضوح. طيب ما معنى البلاغة في اللغة؟ الوصول والانتهاء. إذن أيهما يسبق، الوضوح أو الوصول؟ الوضوح، الوضوح يسبق. إذن كأن الوضوح مرحلة أولى يتبعها مرحلة الوصول، فنقول ظهر القمر ثم ارتفع، ظهرت الشمس ثم ارتفعت في كبد السماء، وصلت أقصى موضع لها. من هنا يمكن أن نستشف أيضا دلالة أخرى على أن الفصاحة جزء من البلاغة، وعلى أن الفصاحة متضمنة في البلاغة. طيب، إذا جئنا إلى تعريف الخطيب القزويني رحمه الله للبلاغة، يقول البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. قلنا إذن الشرط الأول هو الفصاحة، لا يمكن أن يكون كلام بليغ، لا يمكن أن يكون كلام بليغ إلا إذا كان، لا يمكن أن يكون الكلام بليغا إلا إذا كان فصيحا، وهذه سنتحدث عنها بعد قليل بشيء من التفصيل. لكن الشرط الثاني ما هو؟ وهو شرط مهم جدا في البلاغة، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هنا ثلاثة مصطلحات نحتاج أن نعرف بها: الحال والمقتضى والمطابقة، والكلام فيهما دقيق وإن كان واضحا. الحال ما المقصود به؟ هو الأمر الداعي للمتكلم على إيراد كلامه على وجه مخصوص، الأمر الداعي للمتكلم على إيراد كلامه على وجه مخصوص. ثم إن ما يستلزمه هذا الأمر وما يستوجبه من مظاهر لفظية، أو دعونا نقل من أدوات، هذه الأدوات والمظاهر هي المقتضى. وأما المطابقة فهي أن يكون استخدامك لهذه الأدوات في موضعه الصحيح وفي مناسبته وفي مقامه المناسب له. يوضح هذا المثال: إذا قلت للمشرك، إذا خاطبت مشركا فقلت له والله إن الله لواحد، أين الحال هنا؟ إذا قلت في خطاب المشرك والله إن الله لواحد، الحال قلنا أمر خارج اللفظ. نعم، هو الشرك، لأننا هذا هو الأمر الذي سيدعونا إلى صياغة الكلام بشكل ما. فكون المخاطب مشركا هذا حال. طيب ما المقتضى؟ أين المقتضى في هذه الجملة؟ ها يا أخي، ها، قلنا المقتضى هو أدوات لفظية يستخدمها المتكلم. نعم يا أخي، القسم والله إن اللام، أحسنتم، نعم، هذه ثلاثة مؤكدات في الجملة لم تأتي إلا بسبب أن المخاطب منكر. لو أن المخاطب مؤمن قلنا له والله واحد وانتهينا، لا نحتاج إلى مؤكدات. إذن الحال هو إشراك المخاطب أو كون المخاطب مشركا، والمقتضى هو استخدام هذه الأدوات، القسم وإن واللام، وكلها أدوات توكيد. طيب ما المطابقة؟ المطابقة أننا استخدمنا هذه الأدوات في الحال أو المقام المناسب لها، فأصبحت هناك مطابقة، لكل مقام مقال. واضح؟ هذه بإيجاز هي البلاغة، أن تطابق أو أن يطابق كلامك مقتضى الحال إضافة إلى فصاحته. طبعا أنا لا أريد أن أدخل في مسائل تفصيلية، لكن
أشير فقط إلى أن هناك من الأحوال ما يخاطب فيه المخاطب مخاطبة غيره أو يسمى عكس الظاهر أو يسمى إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. فمثلا إن جئت إلى رجل تعلم أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم رأيته عاكفا عند قبر يدعوه وأنت تعلم أنه يقول إنه مسلم وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو لا ينكر أن الله واحد، هنا تقول له والله إن الله لواحد. لماذا؟ لأنه ظهر من فعله ما يوحي بأنه لا يؤمن بأن الله واحد، فلو كان يعرف أصول الكلام العربي لهزته هذه الكلمة، مجرد صياغة هذه الكلمة ممكن أن تهزه، لأنها كأنها تنبه وتقول له ألا تعقل، ألا تفهم، هل تكون كالمشرك الذي يتوسل بالقبر، وهكذا. فإذن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. مثال آخر حتى تعرفوا أن البلاغة علم حي، وأن كل منا يستخدم ألفاظا وعبارات بلاغية شعر أو لم يشعر بها. لو قلت لأحدكم إن فرصة ألقاك بها أو إن مناسبة ألقاك بها لمن أسعد المناسبات، ما رأيكم بهذه العبارة؟ هل عليها مؤاخذة؟ إن مناسبة تجمعني بك لمن أسعد المناسبات، ما فيها شيء، عبارة جميلة. طيب لو قابلت أحدكم في طرف من أطراف الحرم وقلت له هذه العبارة، فهل هي مقبولة أو لا؟ مقبولة أن أقول في الحرم في هذا المكان الشريف حين أقابل أحدكم فأقول إن فرصة أو إن مناسبة جمعتني بك لمن خير المناسبات. لكن ماذا لو كنت في زيارة مريض فقابلت رجلا عند هذا المريض فسلمت عليه وقلت مناسبة سعيدة، هل هذا مقبول؟ ليس مقبولا. إذن هنا لم يطابق الكلام مقتضى الحال، واضح؟ أو قابلت إنسان في المقبرة في العزاء وقلت له هذه مناسبة سعيدة أني لقيتك بها، خلاص نسفت البلاغة. إذن من هنا نعرف معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال. قبل هذا، قبل أن ندخل فيما بعده، أحب أن أشير إلى بإشارات سريعة إلى تطور مفهوم الفصاحة عند العلماء. سؤال؟ لا، الفصاحة هي أعم لأنها تدخل فيما لا تدخل فيه البلاغة. أنا قلت إن هذا مدعاة للخلط، يخلط بعض الناس. لا، هذا يدل على أن البلاغة أخص لأنها لا تدخل في كل شيء، الكلمات المفردة لا تدخلها البلاغة، وبالتالي فدائرتها أضيق. لو وضعت دائرة تدخل فيها كلاماً وتخرج فيها كلاماً فإن البلاغة تكون أخص من هذه الجهة، أن الكلمات المفردة لا تدخل فيها. أقول كلمة الفصاحة أو مفهوم الفصاحة لو تتبعنا تتبعاً سريعاً وأيضاً موجزاً للتطور التاريخي لهذا المفهوم، سنجد أن أبا هلال العسكري هو أول من أشار أو من أوائل من أشاروا إلى الفرق بين الفصاحة والبلاغة، فجعل الفصاحة خاصة بالألفاظ والبلاغة خاصة، أو وجعل البلاغة خاصة بالمعاني. فهذا أبو هلال العسكري، وكان من أوائل من حاول أن يوضح أو أن يظهر فرقاً بين الفصاحة والبلاغة، فجعل الفصاحة خاصة بالألفاظ
بينما جعل المعاني بينما جعل البلاغة خاصة بالمعاني. معنى هذا أنه فصل بين اللفظ والمعنى، جعل اللفظ من اختصاص الفصاحة وجعل المعنى من اختصاص البلاغة. جاء بعده أبو سنان الخفاجي، طبعا لا يقصد من هذا التتبع التاريخي تتبعا تاريخيا دقيقا يشمل جميع العلماء الذين تحدثوا في هذه المسألة، وإنما المراد الإلمام بأهم من تحدث فيها. جاء ابن سنان الخفاجي فأشار أيضا إلى الفرق بين الفصاحة والبلاغة، لكنه قصر أو نظر إلى الفرق بينهما بشكل آخر، تطور المفهوم فجعل الفصاحة خاصة بالألفاظ، إذن لم يخالف أبا هلال، لكنه جعل البلاغة لا تكون إلا وصفا لللفظ مع المعنى، جعل البلاغة متعلقة باللفظ ومعناه. إذن سار مع طريق أبي هلال العسكري في أنه جعل الألفاظ أو جعل الفصاحة خاصة للألفاظ، لكنه اختلف عنه في أنه جعل البلاغة متعلقة باللفظ مع المعنى معا. ثم لو نظرنا في رأي السكاكي نجد أن السكاكي ذهب إلى أن الفصاحة متعلقة باللفظ والمعنى. الآن تطورنا أيضا في موضوع الفصاحة، فوجد أن الفصاحة متعلقة باللفظ والمعنى، متعلقة باللفظ من جهة كونه عربيا أصليا أصيلا، ومن جهة كونه موافقا لقواعد اللغة، ومن جهة كونه سليما من التنافر. ألاحظ أن هذه الشروط سنأتي لها بعد قليل هي الشروط التي تأكدت عند البلاغيين فيما بعد. وجعل الفصاحة متعلقة بالمعنى من جهة خلوص الكلام من التعقيد اللفظي، من جهة خلوص الكلام من التعقيد اللفظي. سنأتي أيضا إلى بيان التعقيد اللفظي والوضوح وكل هذه الأمور إن شاء الله، لكن المقصود أنه نظر إذن إلى الفصاحة بأنها متعلقة باللفظ والمعنى، فتطور معنى الفصاحة. البلاغة لم يقف إلا عند تعريفها، فعرفها أنها توفية خواص التراكيب حقها، ولم يتحدث عن كونها متعلقة بالألفاظ والمعاني، لكن مجرد تعريفه لها وما تحدث به عن البلاغة كان دالا على أنه يرى أن البلاغة متعلقة باللفظ والمعنى. جاء ابن الأثير وهو المعاصر للسكاكي فبين أولا أن الفصيحة أو أن الفصاحة جزء من البلاغة، وبين ما قلناه سابقا من أن كل كلام بليغ فصيح وليس كل كلام فصيح بليغا، لكنه بين أن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين، وإنما كان ظاهرا بينا لأنه مألوف الاستعمال، وإنما كان مألوف الاستعمال لمكان حسنه، ومصدر الاستحسان هو السمع. يعني كأنه قلب القضية، نظر إليها من أسفل إلى أعلى، بمعنى أنه قال كيف نحكم على اللفظ أنه فصيح؟ ننظر فيما استحسنه العرب فاستخدموه، هذا باختصار، ننظر فيما استعمله العرب أو فيما استحسنه العرب فاستخدموه، فإذا استخدمه العرب ألفوه، وإذا ألفوه وصار متداولا بينهم فإن هذا يجعله مألوف الاستعمال بينا ظاهرا، لأنه متى يكون الكلام بينا ظاهرا؟ إذا كان مألوف الاستعمال. ومن هنا جاءت مسألة الغرابة أنها في الكلمة التي ليست مأنوسة وليست مألوفة الاستعمال. ثم جاء بعده الخطيب القزويني الذي
تحدث عما قلناه وبين أن الفصاحة تكون وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، وأن البلاغة لا تكون إلا وصفا للكلام والمتكلم، وبين التفتزاني وجه جزم الخطيب بهذا الجزم، موضحا أنه إنما جزم بأن الفصاحة هي خلوص الكلام من هذه العيوب لأنه نظر في كلام العرب فوجد أن العرب لا تستخدم إلا ما يوافق لغتها وما يكون دائرا على ألسنة أهل العربية الموثوق بهم، ولا يدور، بمعنى لا يكثر استعمال لفظ إلا إذا كان بعيدا عن التنافر، واضح المعنى، بعيدا ليس فيه تعقيد وهكذا. فقال إن الخطيب القزويني استنتج هذه الصفات واستنتج هذا التوضيح للفصاحة من خلال كلام العرب، ولذلك أوجز مجمع اللغة العربية أوجز تعريف الفصاحة بأنها سلامة الألفاظ من الإبهام وسوء التأليف، سلامة الألفاظ من الإبهام وسوء التأليف، وهذا تعريف موجز جيد، سلامة الألفاظ من الإبهام وسوء التأليف، بمعنى أن تكون الألفاظ دالة واضحة الدلالة على معناها، وأن تكون سليمة من سوء التأليف الذي يدخل فيه أو يكون سببا في التعقيد، سواء كان تعقيدا لفظيا أو تعقيدا معنويا. نأتي إلى كلام أو إلى الكلام في شروط الفصاحة. قلت في درس البارحة إن مما عيب على البلاغيين في مقدمتهم للبلاغة أنهم نظروا إليها أو في أنهم نظروا إلى الفصاحة من جهة محترزات التعريف، أو نظروا إليها من الجانب السلبي، فقالوا الفصاحة هي أن يخلو الكلام من كذا وكذا وكذا، وهذا في الواقع يعد مأخذا. لماذا؟ لأننا نريد أن نعلم الناس الأصول الإيجابية والأصول الجميلة للكلام، فلماذا نعمد إلى الجانب السلبي؟ هناك تخريج نوجه به كلام العلماء رحمهم الله ونعتذر لهم من خلاله، وهو أنهم إنما تحدثوا عن الجوانب السلبية لأنها هي الأقل وهي الأظهر، أما الأمثلة الإيجابية فهي كثيرة جدا، والكتب تنضح بالكلام البليغ، وكلام الله العزيز موجود بيننا وهو مليء بشواهد الكلام البليغ. فأراد البلاغيون كأنهم أرادوا أن يحذروا من هذه الأخطاء ومن هذه المثالب التي يمكن أن تنقص قدر الكلام، على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ما سنذكره من القواعد أو من شروط الفصاحة، وهي ثلاثة شروط، راعيت فيه أولا أن يكون النظر إلى الجوانب الإيجابية، والأمر الثاني أن يكون الحديث فيه مضموما إلى بعضه بالنسبة للكلام وللألفاظ، للألفاظ مفردة وللكلام مجموعة، ولسنا بحاجة إلى ذاك التفصيل والتفريع الذي انتقد عليه البلاغيون حتى صارت مقدمة البلاغة مقدمة جافة كما يقال. الشرط الأول من شروط الفصاحة هو موافقة القواعد. هذه الموافقة لها جانبان رئيسان أو لها وجهان، فهي عملة من وجهين. الوجه الأول يتعلق بموافقة القواعد الصرفية، والوجه الثاني يتعلق بموافقة القواعد النحوية. القواعد الصرفية تهتم بماذا؟
تهتم ببنية الكلمة وهيئتها مفردة. فهذا يتعلق بالقياس الصرفي. طيب، موافقة قواعد النحو تتعلق بماذا؟ تتعلق بأواخر الكلمات. وكما قلت هناك مسألة مهمة ينبغي ألا نغفلها في النحو، وهي تركيب الكلام مع بعضه. النحو يهتم بأواخر الكلمة، بأواخر الكلمات في الجملة العربية، أو بإعراب الكلمات في الجملة العربية، لكن هذا الإعراب أيضا يكون مبنيا على التركيب. فإذا النحو يهتم بتركيب الكلام، ومن هنا جاءت المسألة التي تحدثنا عنها أمس بأثر النحو في البلاغة، لأنه يهتم بعملية البناء، ويأتي البلاغي ليستنبط الأسرار والدلائل والأغراض من هذا التركيب دون غيره. إذن موافقة القواعد تكون في الكلمات مفردة وتكون في الجمل كاملة. سنذكر الأمثلة التي لم يستحسنها كثير من الدارسين، لكن ذكرنا لها هو من الباب الذي ذكرته قبل قليل، وهو أنها أقل من الشواهد الحسنة والإيجابية. وسنأتي إن شاء الله في الدروس الأخرى بإذن الله عز وجل، سنتحدث حول كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ نماذج منه، هذا يغنينا عن النماذج الجيدة أو المناسبة، مع إيماننا بأهمية أن يقدم للدارسين وللطلاب نماذج تنمي ذوقهم الفني. ثم أيضا هناك غرض آخر من ذكر مثل هذه الأمثلة، أن يعرفها من يرجع إلى أحد الكتب في البلاغة، فإن هذه الأمثلة موجودة هناك ولا بد من إعطاء نبذة عنها. مما جاء مخالفا لقواعد الصرف قول الراجز أبي النجم العجلي: الحمد لله العلي الأجللي، الحمد لله العلي الأجللي، أنت مليك الناس ربا فاقبلي. الشاهد هنا أين؟ في كلمة الأجللي. ما الصحيح؟ الأجل بإدغام اللامين، بالإدغام في اللام. فالصحيح وفق القياس اللغوي الصرفي هو الأجل، لكن الراجز فك الإدغام حتى يستقيم له الوزن، فقال الحمد لله العلي الأجللي. إذن هنا كلمة الأجللي وحدها هي مخالفة لقواعد الصرف، فخرجت عن الفصاحة، أصبحت ليست فصيحة. وكلمة ظننوا بمعنى بخلوا، نعم أحسنت، بمعنى بخلوا، في قول الشاعر: مهلا أعاذل قد جربت من خلقي، أني أجود لأقوام وإن ظننوا. ما الصحيح؟ ظنوا بالإدغام أيضا، ففك الإدغام في هذا الفعل للوزن، لكنه يخالف قواعد اللغة وقواعد الصرف. ومما جاء مخالفا للتركيب الصحيح: ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا. أين المخالفة هنا؟ أن الضمير عائد على متأخر لفظا ورتبة. ضرب غلامه زيدا معناه ضرب غلام زيد زيدا، ضرب غلام زيد زيدا، لكنهم وضعوا الضمير، وهذا الضمير متقدم على مرجعه لفظا ورتبة، متقدم على مرجعه لفظا ورتبة، وهذا يخالف قواعد النحو على رأي الجمهور من النحويين. وأيضا هناك تخريجات لمثل هذا الاستخدام، لكننا لن ندخل فيها. هناك مسألة مهمة تتعلق بالقواعد، وخاصة القواعد الصرفية، والشيخ سيأتيكم في موضوع الصرف فلن ندخل في الصرف، لكن المقصود أننا حين نشير هنا إلى موافقة القواعد فلا نقصد مخالفة القواعد القياسية،
لأن اللغة تؤخذ سماعاً وقياساً، فما أخذ سماعاً وجاء شاذاً فإننا نأخذه ونقبل به ولا يدخل في باب الفصاحة. فمخالفة القواعد هنا لا يقصد بها مجرد مخالفة القواعد القياسية، وإنما يقصد بها مخالفة قوانين كلام العرب، مخالفة قوانين كلام العرب. فما أجازه العربي القديم نأخذ به، سواء كان شاذا أو موافقا للقواعد القياسية. الشرط الثاني من شروط فصاحة الكلام أو الكلمة الانسجام. طبعا موافقة القواعد تجدونها في الكتب يتحدثون عنها تحت موضوع مخالفة القواعد، فيذكرونها من الجهة السلبية. الشرط الثاني هو الانسجام، والانسجام يأتي في كتب البلاغة المتأخرة يأتي تحت باب التنافر، لأن الانسجام مقابل للتنافر. هذا الانسجام قد يكون انسجام حروف في الكلمة، قد يكون انسجام حروف في الكلمة المفردة، وقد يكون انسجام كلمات في العبارة. وهذا الانسجام يؤدي إلى سهولة النطق بالكلمة أو بالعبارة ويضفي السلاسة في الكلام، والسلاسة تعني الليونة والسهولة، فهي على خلاف التكلف الذي يعني تجشم الشيء على مشقة وخلاف العادة والطبع. إذن الانسجام يكون في الكلمة وفي الكلمات متجاورة في الجملة، والانسجام هو سبب سهولة النطق بالكلمة واستساغتها على السمع. من الأمثلة التي ذكرها البلاغيون فيما افتقد هذا الشرط لفظ الهعخع، لفظ الهعخع في قول الأعرابي حين سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعخع. وبالمناسبة هذه الكلمة هي أسهل كلمة وردت في الروايات التي اطلعت عليها، ويبدو أنهم انتقوا للدارسين أسهل الكلمات، لأن الكلمات الأخرى أخشى أن أحاول أن أنطقها فلا أستطيع. فالهعخع هنا كلمة مستثقلة، تستثقلها نطقا وتستثقلها سماعا، فهنا تخالف الفصاحة. لماذا؟ لصعوبة وعسر النطق بها. أما لو جاء الأعجمي فسينطقها هاءات متتالية. أما في الكلام فكقول القائل وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، والشاهد في الشطر الثاني وليس قرب قبر حرب قبر. هنا تجاور هذه الكلمات والراء والقاف تكثر فيها وتتقدم وتتأخر يورث ثقلا عند بعض الناس، فلا يستطيعون نطقها بشكل سريع وبشكل خال من الأخطاء. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، ربما تعودت عليها أنا مع كثرة قراءة هذا البيت فأصبحت يسيرة بشكل لا يظهر صعوبتها، لكنها تصعب عند بعض الناس ويصعب نطقها. أو كقول الأعشى وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول، أو كقول المتنبي وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. فسمع الصاحب ابن عباد هذا البيت فقال ما له قلقل الله حشاه. فإذا هذه كلمات وألفاظ وعبارات وجمل يشعر الإنسان بصعوبة في نطقها، سواء كانت مفردة أو كانت
مركبة ضمن جمل وضمن عبارات. الشرط الثالث، وأرجو أن تذكروني بالتعليق على مجموع هذه الشروط بعد أن ننتهي، هناك تعليق مهم أجمعه بعد الحديث عن جميع هذه الشروط. الوقت المشكلة ضيق، فأرجو أن تسمحوا لي بموضوع الأسئلة، من يريد أن يسأل ممكن أن يسأل بعد الدرس، الوقت ضيق ونحن نريد أن نمضي إلى المزيد. الشرط الثالث هو الوضوح، ويكون وضوحا في معنى الكلمة إذا نظرنا إلى الألفاظ مفردة، أو يكون وضوحا في معنى العبارة إذا كنا ننظر إلى الكلام بمجمله أو إلى الجملة كاملة، وهذا بالنسبة لعامة الناس أو أكثرهم. والضابط الذي يمكن وضعه لهذا الشرط هو أن يكون الكلام واضحا للمخاطب الأصلي أو للمتلقي، لأن الكلام في الأصل موجه إليه، أو أن يكون الكلام واضحا لأواسط الناس مألوفا في استعمالهم ولغتهم. أولا، الوضوح يتحدث عنها البلاغيون تحت باب الغرابة بالنسبة للمفرد أو بالنسبة لفصاحة الكلمة، ويتحدثون عنها تحت موضوع التعقيد حين يتحدثون عن الغرابة في المعنى، والتعقيد نوعان سنشير إليهما إن شاء الله. طيب، ما الضابط؟ هل نترك الأمر عاما هكذا نقول كل كلمة غريبة تخالف الفصاحة؟ هذه مسألة مهمة. لا، وإنما لا بد أن يكون هناك ضابط عام يحتكم إليه، فإن كان الكلام موجها إلى مخاطب بعينه فينظر إلى حال هذا المخاطب. ففرق بين أن يتحدث البليغ مع طفل أو يتحدث مع رجل، بين أن يتحدث مع أعجمي وبين أن يتحدث مع عربي، بين أن يتحدث مع متعلم في درجة عالية من العلم وبين أن يتحدث مع جاهل أو مع عامي، وهكذا. فإذا تحدث المرء في مقام معين نقول يجب أن يكون كلامه مفهوما في ذاك المقام ولذاك المخاطب الذي وجه الكلام إليه. طيب، نأتي إلى حالة أخرى وهي الحالة الأصعب في مسألة تحديد الضابط. إذا كان المرء يتحدث على جماعة أو يكتب لجماعة، خطيب مثلا يخطب في مسجد، يخطب في جامع، وأمامه مجموعة مئات وقد يكونون ألوفا من الناس الذين يستمعون، هنا نقول يجب أن يعرف مستواهم العام فيتحدث إليهم بما يناسب مستواهم العام. فمثلا فرق بين أن أذهب لأخطب في مسجد وسط جامعة فيكون الحضور هم أساتذة الجامعة وطلاب الجامعة كفئة في الفئة الأغلب، وبين أن أخطب في قرية أو هجرة بعيدة عن الناس وبعيدة عن مدارس العلم. فهنا يجب أن أنتقي، الخطيب البليغ هو الذي ينتقي عباراته لتكون مناسبة لهذه المقامات المختلفة، وأن يحسن في انتقاء هذه الكلمات. لهذا الضابط الذي يمكن أن نضعه للكلام الموجه لفئات أو لمجموعات كبيرة هي أن يكون الكلام واضحا لأواسط العلماء وليس أواسط الناس، حتى لو صححتموها ما بين أيديكم كتب على عجل. فالصحيح الذي أراه أن يكون الكلام واضحا لأواسط العلماء، بمعنى أننا لا ننظر فيه إلى العلماء الذين تخصصوا تخصصا دقيقا ويفهمون دقائق اللغة، ولا ننظر فيه أيضا إلى الناس الذين لا يعرفون الكثير من معاني الكلمات ومن دلالات التراكيب، وإنما نضعه للفئة المتوسطة من العلماء الذين يستطيعون أن يدركوا
معاني الكلام ومعاني التراكيب ودلالاته. ولو قلنا إن الغرابة هكذا مطلقا، إن الغرابة عيب من عيوب الكلام، لكان في هذا مأخذ كبير في من جهة كون القرآن الكريم وكون السنة النبوية حوى كلمات غريبة. ومن هنا ألف في غريب القرآن وغريب الحديث، ألفت المؤلفات الكثيرة والنافعة التي فكت الإشكال في هذه الألفاظ أو هذه التراكيب التي وردت في القرآن. ولهذا فلا نوافق على إطلاق الغرابة هكذا، وإنما لا بد أن تقيد بأنها الغرابة الشديدة، بأنها الغرابة التي لا يمكن لأكثر المتلقين أو المستمعين أن يفهم المراد منها. مما جاء غريبا غير واضح المعنى قول القائل لمن تجمع عليه بعد سقوطه: ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني، ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني. مسكين سقط من ناقة فتجمع الناس فكادوا أن يحجبوا عنه الهواء، فقال: ما لكم تجمعتم علي، ابتعدوا تنحوا. لكنه لم يستخدم هذه العبارات الواضحة، وإنما استخدم تلك الكأكأة والتكأكة التي تجعل المعنى غريبا ونطقه صعبا، فاجتمع فيه مأخذان من مآخذ الفصاحة. وهذا يروى عن عيسى بن عمر النحوي، ويروى أيضا عن أبي علقمة النحوي، والقصة التي رويت عن أبي علقمة النحوي تقول إنه لما قال هذا قال الناس حوله: دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية. هذا من جهة الألفاظ التي تكون غير واضحة. أيضا في قول العجاج: ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا، دلالة مسرج هنا غير واضحة وفيها غرابة. ومقلة وعينا وحاجبا معروفا مزججا أي دقيقا، وفاحما يعني شعرا أسودا، ومرسنا مسرجا أي أنفا. ماذا؟ ما صفة هذا الأنف؟ اختلف فيه وخفي معناه حتى على العلماء، وبحثوا عن هذه الكلمة من أين أتت. فمنهم من قال إنها المقصود بها مسرجا أي كالسيف السريجي، نسبة إلى قين يدعى سريج كان يصنع السيوف. ومنهم من قال إنها مأخوذة من السراج، أي أنه أراد أن يشبه أنفه بالبريق والوضاءة، وهذا من يعني ربما من أوله بهذا التأويل ينظر إلى أن الأنف علامة على الوجه ووضاءة الوجه، فقال أنه مأخوذ من سرج الله وجهه أو سرج وجهه بمعنى أضاء وبرق. فلم يصل العلماء إلى معنى دقيق يوضح معنى هذه الكلمة، وهم علماء وأهل لغة واختلفوا بينهم، وهذه التخريجات أيضا وجدت من يستدرك عليها، وبالتالي أصبحت هذه الكلمة هي من الكلمات الغريبة التي لا يحسن بالبليغ أن يستخدمها. ومثله لفظ الجريشة في قول المتنبي: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجريشة شريف النسب، كريم النفس أو شريف كريم النفس. فهذه الكلمة أيضا هي غير ظاهرة المعنى، وأيضا في نطقها عسر، في نطقها عسر، فاجتمع فيها عيبان. قد ترجع، هذا كله راجع إلى الألفاظ مفردة، لكن إذا ما جئنا إلى الألفاظ مجتمعة أو إلى الجمل، فإن الغرابة يكون مرجعها إلى أحد أمرين:
إلى تعقيد لفظي أو تعقيد معنوي. التعقيد اللفظي ما كان سببه الألفاظ، والتعقيد المعنوي ما كان سببه المعاني. تعقيد في الألفاظ يحدث متى؟ حين يعبث بتركيب الكلام، فيحصل تقديم وتأخير يخل بالمعنى، أو كما قال البلاغيون أن الأصل في الكلام كما قال عبد القاهر أن الأصل أنك تخرج كلامك بالترتيب الذي يدور في ذهنك فتقدم ما يهمك. نرجع إلى قاعدة التقديم والتأخير، ثم تبدأ بترتيب الكلام بحسب ما يدور في نفسك. فإذا أخللت بهذا التركيب أشكلت على المتلقي. مثال قول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذه لغز. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. ما معنى هذا الكلام؟ قال: وما مثله، هو يمدح إبراهيم بن العباس، حتى أقرب لكم، يمدح إبراهيم بن العباس، وإبراهيم بن العباس هذا هو خال الخليفة هشام بن عبد الملك، خال الخليفة هشام بن عبد الملك. طيب والد الأم ما علاقته بالخال؟ أبوه، والده، أبو الخال هو أبو الأم، أبو خالي هو أبو أمي. هذا هو الذي يقوله الفرزدق. باختصار يقول: وما مثل هذا الممدوح أحد إلا خاله. لكنه لم يأتنا من هذا الطريق، وإنما أتانا بطريق فصل فيه بين المبتدأ وخبره. أبو أمه حي أبوه، أبو أمه مبتدأ وأبوه خبر، وفصل بينهما بشيء أجنبي وهو حي، وحي فصل بينها وبين صفتها بأيضا فاصل وهو خبر المبتدأ الأول، فصارت الجملة مخلوطة، يصعب على القارئ أو المستمع أن يفهمها. أو تكون الغرابة بسبب تعقيد معنوي كقول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. هنا الألفاظ جاءت في ترتيبها، في مكانها، في موضعها، والألفاظ كل لفظ جاء فصيحا لا إشكال فيه. الإشكال ما هو؟ هو الانتقال من المعنى الأصلي لكلمة من كلمات هذا البيت إلى المعنى المراد. الكلام البليغ غالبا ما يتضمن دلالات أخرى أو معاني أخرى. فهنا كلمة تجمد، الوقت أزف ولهذا أريد أن أوجز سريعا وأرجو أن يكون هذا مفهوما. تجمد هنا الجمود أراد أن ليكني به عن الفرح والسرور، فقال: وتسكب عيناي الدموع لتجمد، يعني كأنه يقول: وتسكب عيناي الدموع، تبكي كثيرا حتى تصل إلى حالة الفرح بعد التعب وبعد الجهد فتجمد. لكن هذا يخالف المعنى الذي عهده العرب للجمود، لأن الجمود يدل على البخل، ولهذا لا يجوز أن تدعو لمن تحب بأن تقول: لا زالت عينك جامدة، هذا دعاء بالعمى. ولذلك يقال أيضا: عين جامدة أو ناقة جامدة إذا كان لا لبن فيها. فقالوا إن الانتقال من هذا المعنى أو من المعنى الأصلي لكلمة الجمود أو لتجمد، الانتقال من معنى الأصلي للفعل إلى المعنى المراد انتقال عسير لا يسهل انتقال الذهن به. فهنا قالوا إن هذا من التعقيد المعنوي
ثم إن هذه الشروط موجودة في كلام عبد القاهر الجرجاني. ما أردت أن أعلق به على هذه الشروط هي أن مما يعاب على الشروط التي تحدث عنها البلاغيون في كتبهم في مقدمة البلاغة ورود التعميم كثيرا، فتعميم الغرابة وتعميم التنافر وتعميم هذه الصفات أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر، فلهذا لا يجوز أن نعمم ما يكون في سياق أو في مخاطبة قوم مناسبا قد لا يكون مناسبا في مخاطبة قوم آخرين. والله أعلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.